مولودية. تحضيرات شبيبات القبائل للموسم على قدم وساق. أبناء تيزي وزو تمكنوا من تحقيق فوز كبير وساحق مساء الأربعاء أمام أفسي لوغرا الهاوي. رفقاء دلهم تمكنوا من تسجيل 9 أهداف كاملة، أكدت تواجد الشبيبة في صحة جيدة، وهي الأهداف التي تداول على تسجيلها 6 لاعبين وهم دلهم، فرقان وسعمار في مناسبتين لكل لاعب، وأكمل يسلي إحداج وربح المهرجان بتسجيل هدف لكل منهم. اللقاء برمج في اللحظات الأخيرة بسبب غياب الفريق الاحتياطي لإيفيون ليتم الاستنجاد بفريق لوغرا. وفي حوصلة بعد المباراة كشف المدرب بروس هوغو أنه لا يمكن الحكم على مستوى اللاعبين في مثل هذه اللقاءات، مبديا إعجابه بالوافد الجديد مورد الهوم الذي أثبت مرة أخرى أنه لاعب يمكن الاعتماد عليه في الموسم المقبل. تمت نشرة الأخبار.